السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم وصية جاءت في القرآن والسنة، الله سبحانه وتعالى وصى بها الناس أجمعين، وصى بها الأولين والآخرين، وصى بها المؤمنين، وصى بها أهل الكتاب اليهود والنصارى، وصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه وصية الله للناس أجمعين، ووصى بها المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه، وهي وصية الله لأهل الكتاب: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وهي وصية الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. والسؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير التقوى حتى يقول رب العالمين له: يا أيها النبي اتق الله؟ والجواب: لا، إذ أن فعل الأمر يراد به شيئا من شيئين: إما ابتداء الفعل أو المداومة عليه، إما ابتداء الفعل أو المداومة عليه. أضرب لكم مثال: لو عندك ولدين، ولد بيذاكر وولد ما بيذاكرش، الولد اللي بيذاكر مسحت على صدره وقلت له: يا ابني ذاكر. هل هذا الأمر، فعل الأمر هنا، يراد به ابتداء الفعل أو المداومة عليه؟ المداومة عليه. الولد التاني ما بيذاكرش فقلت له: ولد ذاكر، فعل الأمر هنا يراد به ابتداء الفعل. فالله عز وجل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، أي اثبت على التقوى واستمر على التقوى واثبت على التقوى، اقبل هذه الكلمة، فوالله لا يقبلها الظالم ولا الفاسد ولا المجرم ولا المنافق. قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه الكلمة العظيمة استوقفت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، استوقفته امرأة عجوز وقالت: كأني بك عمير، يعني طفل بتلعب في سكك المدينة، ثم أصبحت عمر، ثم أصبحت أميرا للمؤمنين، ألا فاتق الله يا عمر. وعمر يطقطق رأسه ويسمع: من هذه المرأة التي تغلظ عليك يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه التي سمع الله لها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. هذه التي سمع الله لها، أفلا يسمع لها عمر؟ اقبل هذه الكلمة. وإذا أردت أن تنصح مسلما بكل أوامر الله وتنهاه عما نهى الله عز وجل عنه، قل له هذه الكلمة العظيمة، وهي أعظم وصية جاءت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث العرباض بن سارية الطويل قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فكنا وكأن موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. ولما خرج معاذ بن جبل مسافرا إلى اليمن، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوصي، قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، يعني راقب ربك يا معاذ في السر والعلن، اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عمر بن عبد العزيز كان
معين واحد عنده اسمه عمر بن مهاجر، والكلام ده لكل الناس. عارفين كانت شغلته ايه؟ كان يقول له يا عمر اذا رأيتني حط عن الحق فخذني من تلابيبي وهزني في الهواء وقل لي اتق الله يا عمر فإنك سوف تموت. علي بن أبي طالب لما دخل إلى المقابر قال يا أهل المقابر إن بيوتكم قد سكنت وإن أموالكم قد وزعت وإن نساءكم قد زوجت فحدثونا عنكم أعطونا من أخباركم. قال عمر قال علي رضي الله عنه والله لو تكلم أهل المقابر لقالوا لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأعظم وصية جاءت في القرآن وجاءت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. اوعى تنسى تشهر الخير وتعرف الغير. ألقاكم على خير، بحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.